هنعمل مع بعض الشطيطة. ودي أكلة يعني قديمة جدا من أيام جدتنا كده، حاجة لذيذة خالص وطعمها حلو زي ما قلتلك. تقدري تقدميها جنب أي نوع أكل سواء في فطار أو في غدا، بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي وبتساعد على الأكل. يعني الناس اللي بيعملوا دايت ما لهمش علاقة خالص بالموضوع. تمام، عندنا نص كيلو فلفل رومي وحامي. تمام، انا عاملاها النهارده اللي هي متوسطه، يعني ايه الحرقان بتاعها متوسط. حابه تعمليها فلفل حامي بس حلو جدا. تمام، نص كيلو من الطماطم متقطعه مكعبات صغيره، معلقه كبيره من الثوم المفروم، زيت، ربع كوبايه خل، عندنا كمان معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود. تمام، دي المقادير وسهله خالص. ونحطها على النار تسخن مع شوية زيت مش كتير، ودي الفلفل بتاعنا احنا مقطعينه. تقدري تقطعيه ترانشات، تقدري تقطعيه مكعبات، اي تقطيع انت حباها، بس انا بفضل تبقى متقطعة ترانشات افضل. تمام، هنجيب معلقة ونستنى الزيت بتاعنا يسخن، وبعدين نبتدي نشوح الفلفل. زي ما قلت لكم انا هنا حاطه حامي وبارد، تقدري تحطي حامي بس على حسب الذوق والرغبه. بسم الله، وهنشوح بقى الفلفل بتاعنا تشويحه. يبقى احنا بقى حطينا هنا شويه زيت صغيرين، الفلفل اللي احنا مقطعينه عمالين نشوحه في شويه الزيت الصغيرين دول. احنا زي ما قلنا حاطين فلفل حامي وبارد مع بعض، ولما الاقي الفلفل بدا كده يتشوح يبتدي بقى يدخل على التحمير، مش عايزاه متحمر، انا يا دوبك هيدخل، هنبتدي نضيف له الثوم. ادي معلقه كبيره من الثوم المفروم ونقلب مع بعضه. نشوف سؤال تاني نرد عليه. بشاميل، دي غادة غنيم بتقول لي بشاميل النجرسكو بينحط عليه بيض. بصي حبيبتي، هو في ناس بتحب تضيف للبشاميل عامة سواء نجرسكو أو مكرونة بشاميل بيحب يحطوا بيض، بس أنا ما بحبش أحط بيض. تمام، بستعيض عن البيض بالكريمة، بتدي طعم حلو جدا، ما بنحسش خالص إن في زفارة للبيض والكلام ده كله، بتدي طعم حلو وطعم غني وكريمي جدا للبشاميل. يبقى ليكي مطلق الحرية إنك أنت تضيفي بيض أو لأ، بس أنا عن نفسي ما بحطش بيض. تمام، يبقى كده بعد ما شوحنا الفلفل ضفنا الثوم، وهنا برضو إحنا مش عايزين نحمر الثوم، يا دوبك بس نشم ريحته طلعت كده. هبتدي اضيف البهارات بتاعتنا اللي هي كمون وكزبره، معلقه صغيره من كل حاجه. زي ما قلنا من الحاجات الفواتح الشهيه السهله واللذيذه، وتقدري تحفظيها في الثلاجه عندك اسبوع بحاله وما بيجرالهاش حاجه. كميه الفلفل الحامي والخل اللي هيتحط هيحفظها لك، بس اهم حاجه تكون في الثلاجه عشان عندنا طماطم ممكن تغيرها. هحط ملح، نحط كمان فلفل ونقلب. كده تمام جدا، فاضل معانا الخل والطماطم. هنحط الطماطم ونسيب الدنيا تتسبك مع بعضها شوية. وبعد ما يتسبكوا مع بعض نبقى في الاخر، واخر خطوه خالص بنضيفها هي الخل. وعلى بال ما الطماطم تتسبك مع الفلفل والحاجات دي كلها ورجعنا لكم تاني. والشطيطه عندنا على النار بتتسبك مع بعض، هسيبها شويه. تمام، على الشطيطه بتاعتنا. تمام، كفايه عليها قوي كده، خلاص نشفت من ميتها. هنضيف لها الخل، حلو جدا خلاص بقى، وريحه الخل كمان طلعت. هنرفعها من النار ونسيبها على التقديم. زي ما قلت لك تقدري تحطيها في علبه في الثلاجه تقعد معاكي اسبوع واكتر.